سؤال 18 شابتر 4 بيقول the cable supporting a 2125 kilogram elevator has a maximum strength of 21750 نيوتن. ده اكتر من ده. ادي الاليفيتور اهو، وبعدين بيقول لي فوق يقدر يتحمل 21750 نيوتن. طبعا الوزن تو ون تو فايف كيلو جرام ضرب 9.8. والوقت ده ماكسيم ابورد اكسلريشن كانت جيف ذا اليفيتور وذاوت بريكنج. طيب احنا لو ضربناه تقريبا في 10 يطلع برضو اقل من ده، فمعناه ان الاكسلريشن ممكن تكون لفوق. طبعا لتحت ممكن تكون، لان اللي تحت هيكون فيه التنشن اقل. فسيجما الفورس تساوي ام اي، ف 21750 ناقص الكتلة 2125 تتضرب في 9.8، هيطلع رقم لسه اقل من ده حتى لو ضربناه في 10. نقول الام اللي هي 21125 اي، هي دي الماكسيمم اكسلريشن. اللي بعد كده الكيبل هيتقطع، لان ما يقدرش يعني ده هيتجمع على ده، فلو دي كبرت شويه هيبقى ده اكتر من 21000. اقدر اجيب الاكسلريشن اللي هي 21750 ناقص 2125 في 9.8، طلع رقم موجب اكيد على 2125. فاكبر اكسلريشن ممكن الاليفيتور ده يطلع بيها هي اللي ظهرت قدامنا 0.435 متر بير سكند سكوير. ناكد على المعلومه تاني، هو بيسالني بيقول لي وات ماكسيمم ابورد. ابورد يبقى لازم التي موجب لفوق يعني، والوزن لتحت. طيب التي موجب اهو والوزن لتحت، ادي الكتله وادي الاكسلريشن، هذه اكبر اكسلريشن يقدر يطلع بيها، والا الحبل ده هياخد قيمه اكبر من اللي يتحمله. طبعا ممكن الاليفيتور يقع والناس ممكن تتعور يعني. سؤال 19 شابتر 4 بيقول A person jumps from the roof of a house 2.8 meter high. When he strikes the ground below, he bends his knees so that his toes decelerates over an approximate distance of 0.7. يبقى نط من فوق لغاية ما نزل الأرض، لمس الأرض، وأول لمس الأرض راح تنى ركبه علشان جذعه يديسلريت بأكسلريشن توقفه خلال مسافة 0.7. if the mass of his torso excluding legs بس جزعه 42 كيلوغرام، find المطلوب ايه؟ his velocity just before his feet strike the ground. هو كان نزل من فوق، السرعة المائية تساوي السرعة الابتدائية 2 a دلتا y. السرعة المائية مطلوبة والابتدائية كانت بصفر، الاكسلريشن نزل لتحت بسالب 9.8 عاجت الجاذبيه الارضيه ونزل مسافه 2.8، طبعا نزل فبالسالب، فالاكسلريشن او السرعه بتساوي 2 في 9.8 في 2.8. جذر الانسر، فطلع الجواب ان ان الفي طبعا نزل لتحت بلس وماينس، بس هناخد الماينس 7.4 متر بير سكند. يبقى احنا كان عندنا السرعة الابتدائية بصفر والاكسلريشن اللي تحت 9.8 والدلتا واي اللي تحت 2.8. خلصنا من المطلوب او البارت ايه يعني. بيقول لي اديني the average force exerted on his torso by his legs during deceleration. طبعا صاحبنا لما بدأ من هنا كده اهو بسرعة في نوت ب 7.4 متر بير سكند، طبعا هيتوقف هنا. يبقى مرة تاني عندي السرعة الابتدائية والسرعة النهائية وعندي مسافة 0.7 متر. طب هو بيسألني على الفورس، الفورس اهي لفوق اللي لازم تعمله اكسلريشن لفوق اف، وفي تحت ام ايه؟ ام جي اسف، وعندنا اكسلريشن ايه لفوق اللي هتوقفه، هو نازل لتحت فالاكسلريشن لازم تكون لفوق.
طب الاول نحسب الاكسلريشن من السرعه الابتدائيه والنهائيه والمسافه، نفس القانون v squared بتساوي v نوت squared زائد 2 a دلتا y. هيوقف، ابتدى ب سالب 7.4 كل تربيع، الاكسلريشن اللي تحت بسالب 9.8، والدلتا واي سالب برضو 0.7. هنقول 7.8 تربيع دي هتروح من هناك، فيبقى على 2 على 0.7. لا احنا عايزين نحسب الاكسلريشن، على 2 على 0.7، فطلعت الاكسلريشن لتحت، لا لفوق بقى، لان ده بالسالب راح هناك موجب، وده ربعناه بقى موجب، فطلع الاكسلريشن بموجب 39.2 متر على السكند سكوير، يعني لفوق. وفعلا لازم طبعا لفوق لان السرعه لتحت واحنا عايزين نوقفه. وعايزين بقى الفورس، نقول سيجما الفورس تساوي الام في الايه، الفورس لفوق، يبقى الاف ناقص الام جي يساوي ام ايه. تعال نشوف ايه اللي عندنا، الام ب 42 والجي ب 9.8، 42 و 39.2، يبقى 39.2 في 42 زائد 9.8 في 42 برضو، طلعت ان الفورس لفوق ب 2.058 نيوتن. يبقى السؤال مرة تاني، الشخص ده نط بسرعة صفر وبعجلة الجاذبية الأرضية، مسافة دي 2.8، فحسبنا السرعة اللي وصل بيها الأرض، بدأ يثني ركبه عشان جذعه يقف حبة حبة. طيب بدأ ب 7.4 لتحت، انتهى بصفر، وعندي المسافة 0.7، حسبنا الأكسلريشن، طبقنا قانون نيوتن، اف لفوق الام جي لتحت، وعندنا الاكسلريشن، جبنا الفورس اللي المفروض تاثر على الجزء، طبعا يتحملها ما يتحملهاش بقى دي حدوته ثانيه. سؤال 20 شابتر 4 بيقول a box weighing 77 نيوتن rests on a table، اللي هو ده. A rope tied to the box runs vertically upward over a pulley، اللي هو ده. And a weight is hung معلق from the other end. Determine the force that the table exerts on the box if the weight hanging with the on the other side of the pulley weighs. في المطلوب الاولاني او في البارت A 30 نيوتن، فلو هنا 30 ادي البوكس اهو، في 77 نيوتن هنا، وفي التي اللي هو الوزن ده، في ان اللي هو رد الفعل. فأول بارت عايزين نجيب ال N، فسيجما الفورس تساوي طبعا صفر، لأن الوزن لتحت أكثر، فالمفروض الجسم يروح لتحت، هو T هنا عندنا أول مرة ب 30، فنقول كده يساوي صفر، فعندنا T بلس ال N يساوي 77 أو ناقص 77 يساوي صفر. إذن ال N المطلوبة 77 ناقص 30 يديني 47 نيوتن. يبقى ليه ما بيردش ب 77؟ لأن في 30 أوريدي راحوا في التنشن، فالباقي يرد بي. طب البي بيقول لي 60، نفس الشيء، هقول سيجما الفورس تساوي صفر، لأن لسه الوزن هنا أكثر، فمعناه إن الجسم مش هيتحرك. فنقول كده تي برضو بلس ان ماينس 77 يساوي صفر. اذا ال ان بتساوي المرة دي 77 ناقص 60 17 نيوتن برضو لفوق، يبقى هو بيضرب ب 77 وفي 60 منهم اوريدي التنشن شالهم، فيتفضل 77 النورمال فورس تحت التيبل تدوس بيهم لفوق. طب في المطلوب سي بيقول لنا 90 نيوتن، طب يبقى هنا في 90، طالما في 90 لفوق و77 تحت يبقى الجسم هيتحرك،
يبقى سيجما الفورس تساوي ام ايه؟ ساعتها ال 90 ناقص ال 77 بتساوي الام ايه، والجسم هيتحرك، الجسم يتحرك لاعلى لان الطرف الايمن موجب التي اكبر من الوزن. اذا النورمال فورس مفيش طبعا، لان خلاص الجسم طالما اتحرك يبقى مفيش تلامس بينه وبين التيبل، وبالتالي يطلع والنورمال فورس يساوي صفر. يبقى لو كانت تي هنا 30 وهنا 77، الفرق 47 الطاولة هترد بيهم. لو كان 60 لفوق و77 لتحت يبقى في 17 لفوق. لو كان 90 يبقى الجسم هيتحرك مش هيبقى في نورمال. 23 شابتر 4 بيقول أرلين is to walk across a higher wire strung horizontally between two buildings 10 meter apart. المسافة دي 10 متر. The sag in the rope الارتخاء يعني when she's at the midpoint is 10 degree as shown in figure. If her mass 5 kilogram what is the tension in the rope at this point. احنا عندنا في تنشن هنا وتنشن هنا اهو، والزاوية دي زي الزاوية دي 10 درجات، وفي عندنا ام جي لتحت الماس 50 كيلو جرام في 9.8. طيب هي كده الجسم متزن مستقرة في النص، وهنا في تنشن وهنا في تنشن والاتنين قد بعض، لان ده كوساين وده كوساين قد بعض يروح. يبقى ناخد سيجما الاف واي يساوي صفر. طيب التي لفوق ساين 10 نحط 2 لان هما الاثنين، ناقص 50 في 9.8 يساوي صفر. اذا التي بيساوي 50 في 9.8 على 2 على ساين 10، يبقى كل حبل فيه 1411 نيوتن. مرة تاني احنا عندنا ارلين واقفة في النص هنا اهي، فوزنها لتحت 50 في 9.8، الحبل حصل له ارتخاء ب10 درجات، ففي عندنا تي ساين 10 لفوق وهنا تي ساين 10 لفوق، الاتنين تي ساين 10 لفوق ناقص الوزن لتحت يساوي صفر. مفيش اكسلريشن مفيش حركة، هي ثبتت هنا، لما وقفت هنا صار في اتزان على 10 درجات. 24 شابتر 4 بيقول A wind washer pulls herself upward using the bucket pulley apparatus shown in figure 48. في المطلوب ايه؟ بيقول لي How hard must she pull down ward to raise herself slowly at constant speed. احنا عندنا هنا كتلة اهي، وهيبقى في حبل بيشد لفوق من هنا، خلينا نقول وحبل بيشد فوق من هنا كمان، يعني لو قطعنا كده هيبقى في تنشن هنا وتنشن هنا، الاتنين دول لفوق تي تي وتحت ام جي. وقال لي كونستانت سبيد يعني سيجما الفورس تساوي صفر مفيش اكسلريشن. يبقى عندنا 2 تي ماينس ام جي يساوي صفر. اذا التي بتساوي نص ام جي. طب ده المطلوب ايه؟ المطلوب بي بيقول if she increases this force اللي هي التي يعني by 15% what will her acceleration be. طبعا اكيد يعمل acceleration، واداني الماس مع الباكت 72 كيلو جرام. طب يبقى التي هيكون دلوقتي سيجما الفورس بتساوي ام في الايه. طيب عندنا 2 تي لفوق، خلينا نسميها 2 تي داش مثلا، ناقص ام جي يساوي ام ايه. طيب التي داش قال لنا هتزيد 15% يعني 0.15.5 في ام جي في 1.15
لان زادت بنسبه 15%. طيب وهنا في ام ايه؟ اذا الـ A على طول بتساوي كذا متر على السكند سكوير. طبعا الماس ملوش لازمه لان ده هيتشطب مع ده مع ده، هيبقى عندنا 2 في نص بواحد، يبقى 1.15 في 9.8، 2 دي راحت مع دي ناقص 9.8، طلعت الاكسلريشن 1.47 متر على السكند سكوير. طبعا الرقم ده للدوني ملوش لازمه لان الماسز بتروح مع بعضها. يبقى في المره الاولانيه كانت تي بنص ام جي، عشان يعادل الام جي ومبقاش فيه اكسلريشن زود التي، خلاها بدل ما هي نص ام جي ضربها في 1.15 15% زياده، فاكيد الطرف الايسر زاد، بقى ام جي ناقص ام جي في 1.15 بقى 0.15 جي. طبعا هنا مفيش حاجه غير الاكسلريشن، طلعت الاكسلريشن. في سؤال 25 بيقول 1.3.2 كيلو جرام بنت باكيت الجردل ده is hanging by a massless cord from another 3.2 بنت باكيت، يبقى عندنا 2 ده متعلق من ده، also hanging by a massless cord as shown in figure. طيب في المطلوب ايه؟ بيقول لي if the buckets are at rest مفيش acceleration what is the tension in each cord. طيب الباكت اللي فوق اهو وادي حب، في باكت تاني وادي حب، هنا في تنشن نسميه مثلا تي 1 وهنا تي 2، هتبقى من الناحية التانية تي 2، في هنا عندنا ام جي وهنا كمان في ام جي. طيب هو بيقول دلوقتي الدنيا واقفة مفيش حركة، فندرس ده بروح وده بروح، فهقول اللي فوق بقى سيجما الفورس يساوي صفر، بالنسبة للي فوق هيبقى تي 1 ناقص تي 2 ناقص ام جي يساوي صفر، يعني تي 1 بتساوي تي 2 زائد ام جي. طب بالنسبة للي تحت نطبق على طول، التي 2 ناقص ام جي يساوي صفر، اذا التي 2 يساوي ام جي. الماس ب 3.2 في 9.8، فطلع التي 2 ب 31.4 نيوتن، ده تي 2. طب تي 1 بتساوي تي 2 زائد ام جي، وبالتالي نقول كده تساوي ام جي نفس القيمه دي اضربها في 2، يبقى تي 2 بالرقم ده والام جي بالرقم ده يطلع 62.7 نيوتن، ويبقى كده جبنا المطلوب الاولاني. طيب بيقول لي اف ذا تو باكيتس ار بولد ابورد، طلع على فوق وذ ان اكسلريشن اوف 1.2 متر على السكند سكوير باي ذا ابر كورد، كالكليت ذا تنشن ايتش كورد. نفس الكلام اطبقه مره تاني، بس بدل يساوي صفر هيساوي ام اي، يعني نقول سيجما الفورس يساوي ام اي. طيب بالنسبه للي تحت هيبقى تي 2 ناقص ام جي يساوي ام اي، اذا التي 2 يساوي كذا نيوتن، الام جي قلنا ب 31.4 زائد الماس في الاكسلريشن اللي هي 1.25، اكتر شوية طلع 35.4، اللي زود من 31 ل 35 الام ايه. طيب والتي 1 هتساوي بقى ايه؟ ناقص ام تي 1 ناقص ام جي ناقص تي 2، ده ناقص ده ناقص ده، بدل ما تساوي صفر هتساوي ام ايه، اذا التي 1 برضو اكيد هتطلع اكتر من الرقم ده بشوية، ام جي يعني 3.2 في 9.8 زائد التي 2 اللي هي 35.4 زائد ام اي اللي هي 3.2 في 1.25، طلع الجواب 70
بوينت 8 اللي هو تقريبا ضعف ده. سؤال 26 في شابتر 4 بيقول تو سنو كاتس ان انتاركتيكا ار توينج بيشدوا هاوسنج يونت وحده بيت نورث بيشدوه اتجاه الشمال الشون فيجر. ذا سم اوف ذا فورسز اف اي واف بي اكزيرتد اون ذا يونت باي ذا هوريزونتال كيبلز ان نورث بارالل تو ذا لاين ال، يعني الاثنين دول مجموعهم هيروحوا في اتجاه ال ال والاف اي ب 4500. بيقول لي ديترمن اف بي عند ماجنتيود اوف اف اي زائد اف بي اللي هم في اتجاه ال ال. طب طالما ان هم كلهم في اتجاه ال ال يبقى سيجما الاف اكس بصفر، مفيش فورس في اتجاه العمودي على ال ال، فهقول اف بي ساين 32 يمينا ماينس اف اي ساين 48 يسارا يساوي صفر. اذا الاف بي كذا نيوتن، الاف عندنا ب 4500 ساين 48 تقسيم ساين 32 فطلع الجواب 6311. ده الاف بي، يبقى من سيجما الاف اكس يساوي صفر لان مفيش محصله او مفيش كومبوننت المحصله في اتجاه الافق، المحصله كلها في اتجاه الواي اللي هو سيجما الاف واي نسميه اللي هو في اتجاه ال ال. هيكون عندنا اف اي كوساين 48 والاف بي برضو كوساين بس 32 يساوي، لا ما قلناش يساوي صفر بقى، يساوي سيجما الاف واي يساوي على طول يساوي ام ايه لو كان لو طلب الاكسلريشن. يلا بقى يطلع كام الرقم ده؟ اضربه في كوساين 32 زائد 4500 كوساين 48 فطلع 8363 نيوتن. يبقى سيجما الاف اكس تساوي صفر، جبنا الاف بي، سيجما الاف واي تساوي ام ايه مفروض بس هو ما طلبش لا اداني الماس ولا طلب الاكسلريشن، فجبنا المحصله اللي في اتجاه ال ال تمهيدا لو طلب الاكسلريشن لازم يديني الماس واقسم الفورس ساعتها على الماس يديني الاكسلريشن. السؤال 27 بيقول اترين لوكوموتيف از بولينج تو كارز اوف ذا سيم ماس بيهايند ات، يبقى ده عمال يشد الاثنين دول. Determine the ratio of the tension، عايز نسبة التنشن in the coupling، think of it as a cord، طبعا ده cord يشد كأنه حبل يعني، between the locomotive and the first car اللي هو FT1، to that between the first car and the second car FT2 for any non-zero acceleration، يعني في acceleration. طيب احنا عندنا FT1 اهي عندها سيارتين كار 1، خلينا نقول M وده M، فهقول كده سيجما الفورس يساوي سيجما ال M في ال A، يبقى عندنا الفورس اللي هي FT1 بتساوي 2 M A. طب دي معادلة، ولو كان كتلة واحدة بس وعندنا اف تي 2 وهنا ماس هنقول ايه بقى؟ المعادلة الثانية هتقول اف تي 2 بتساوي ام في ايه؟ اذا اف تي 1 على اف تي 2 بتساوي 2 ام ايه على ام ايه يساوي 2، ودي النسبة اللي هو عايزها، يعني الفورس اللي هنا ضعف الفورس اللي هنا، ده بيشد عربية واحدة ده بيشد عربيتين قطار مع بعض. The two forces F1 and F2 shown in figure A and B looking down هنا will act on an 18.5 kilogram object، يبقى عندنا الماس on a frictionless table top. ال F1
ب10.2 وال F2 ب16. بيقول find the net force on the object، يبقى عايز يجيب المحصلة وعايز its acceleration، مرة ال A ومرة ال B. طب بالنسبة لل A معندناش غير Fx واحدة و Fy واحدة. Fx بتساوي ال F1 هي minus 10.2 نيوتن، وال Fy minus 16 نيوتن. اذا ال F الجذر التربيعي ل Fx تربيع مع Fy تربيع يعني هتساوي الجذر التربيعي 10.2 تربيع و16 تربيع 18.97 نيوتن. طب واحنا عارفين ان ال F تساوي ما ايه؟ هنا 18.97 والماس 18.5، يعني هقسم ده على 18.5. اذا الاكسلريشن في البارت ايه ب 1.03 متر بير سكند تربيع. فين اتجاهها؟ اتجاهها هيكون بين الاتنين دول نفس اتجاه الفورس ريزلتنت كده. هقول طبعا في ربع الثالث يبقى ثيتا بتساوي الأول نقول 180، ده ربع الثالث زائد شيفت تان الواي على الإكس اللي هي 16/10.2 زي ما خدنا في شابتر 3، يبقى 180 زائد شيفت تان ستاشر على 10.2 طلعت 237.5، 237 درجة. ده البارت A. في البارت B عندنا Fx مفيش غير ال 10.2، الزاوية دي كلها 120 ودي 30 يبقى كوساين 30. ال Fy يكون عندنا 16 لفوق ماينس 10.2 ساين 30. فال 10.2 كوساين 30 طلعت 8.83 نيوتن، وهنا 16 ناقص 10.2 ساين 30 اللي هي طلعت 10.9 نيوتن. اذا ال F الجذر التربيعي لنفس الشيء Fx تربيع و Fy تربيع، هربع ده وربع 8.83 واخد الجذر التربيعي تطلع 14.03 نيوتن. اذا ال A بتساوي نقسم ده على 18.5 اللي هو الكتلة، فطلعت 0.758 متر بير سكند تربيع. طب والثيتا في الربع الكام؟ احنا عندنا موجب وموجب. الربع الاولاني شيفت تان الواي تقسيم الاكس اللي هي 8.83 يعني يساوي شيفت تان 10.9 تقسيم 8.83 فتطلع الزاوية 51 درجة. 30 بيقول فيجر 453 شوز ا بلوك ماس ام اي اون ا سموث هوريزونتال سيرفيس كونكتد باي ا ثين كورد اللي هو ده ذات باسس اوفر ا بولي، ادي البكره اهي، تو ا سكند بلوك ام بي ويتش هانجز فيرتيكالي. بيقول لي درو ا فري بادي دايجرام فور ايتش بلوك showing the force of gravity on each will force tension exerted by the cord with a normal force. يعني ادي ال MA وفي حبل كده طالع منه، وادي ال MB وفي حبل طالع منه، وعايز الفورسز هنا في T وتحت في MB في الجي. هنا في تي نفسها
لان اتنين على بكره واحده مفيش فريكشن ولا في اجنور فريكشن، يبقى بس كل اللي عندنا ام اي جي وعكسها ان اللي هو النورمال فورس، وما عندناش حاجه تاني مفيش فريكشن. ده المطلوب ايه؟ في المطلوب بي طالب ايه؟ apply Newton's second law to find formulas for the acceleration of the system and for the tension in the cord. طيب هو احنا عندنا دلوقتي كتلتين بيتحركوا مع بعض، لو خدنا السيستم على بعضه وده اسهل، نقول سيجما الاف يساوي سيجما الام في الايه، كل فورس بتحرك السيستم نكتبها هنا اللي هي مين؟ مفيش غير الام بي جي، ومفيش حاجه بتعكسني طبعا لان مفيش فريكشن. مين اللي بيتحرك؟ حاجتين، ام اي زائد ام بي في الاكسلريشن. اذا على طول الاكسلريشن بتساوي ام بي في الجي على ام اي زائد ام بي. طيب طالب كمان التنشن، يعني دي الاكسلريشن وطالب التنشن. التنشن ممكن ناخدها مثلا من هنا، بدل ما نقول هنا ام بي جي ناقص تي يساوي ام بي اي، لا اخدها من هنا اسهل، نفس القانون استخدمه، هقول سيجما الفورس تساوي ام اي في الاكسلريشن. طيب هيبقى التي بتساوي التي ده الفورس، هتساوي الام اي في الايه، الام اي في الايه، يعني تساوي الام اي بس هضربها فوق تبقى ام اي ام بي جي على ام اي زائد ام بي. يبقى الاكسلريشن اللي هي الحته دي ضربتها في الام اي اداني التنشن، وهنا كان الاكسلريشن. طبعا بالرموز بتبقى صعبه شويه، في الامتحان بتيجي ارقام فبتبقى اسهل. 33 شابتر 4 بيقول 3 blocks on a frictionless horizontal surface are in contact with each other as shown in figure. A force F، الفورس دي is applied to block A. طيب بيقول draw a free body diagram for each block. طب ليه كده؟ ادي بلوك 2 3 ده ال M A وعليه force F، يبقى هنا في كونتاكت فورس نسميها ايه؟ نسميها مثلا كيو 1، مش مهم يعني نديها اسماء معينه، ممكن نقول هي الفورس بي اون اي مثلا، يعني ودي فورس اي اون بي، اتنين قد بعض فخلاص كيو 1. وهنا ام بي هيبقى في كيو 2 وكيو 2، وطبعا هنا ام سي. كمالة الفري بادي دياجرام، حلو ان انا ارسم ام اي جي وهنا ان مثلا على ايه، ونفس الشيء هنا ام بي جي وهنا ان بي وهنا ام سي جي وهنا ان سي. يبقى كده خلصنا المطلوب الاولاني. في المطلوب الثاني بيقول لي the acceleration of the system in terms of m a m b m c. طب سيجما الفورس تساوي سيجما الام في الاي، ما عندناش غير فورس واحده ما جابش سيره فريكشن خالص، قال فريكشن لس، يبقى ما فيش الا فورس، هتساوي مجموع الثري ماسس في الاي. اذا الاي بتساوي اف على دول. طالب ده acceleration، يعني ادي acceleration اهي، هقول F على M A زائد M B زائد M C. المطلوب C بيقول لي the net force on each block، فكده هطول السالفة، عايز النت فورس على each block. طيب الفورس على ايه؟ النت فورس يعني هتكون ال M A في acceleration، يعني M A في الحتة دي. طب والفورس على بي هتساوي الام بي في الاكسلريشن برضو الحته دي، يعني الحته دي موجوده بدال الايه، والفورس النت فورس على سي بتساوي الام سي في الايه. لسه في دي كمان واي، بيقول لي ذا فورس اوف كونتاكت ذات ايتش بلوك اكزارتس ان ايت ان اتس نيبر.
طيب يعني عايز ال Q1 وعايز ال Q2، ده تابع سؤال 33 فور 33. طيب احنا دلوقتي في الدي بيقول لي عايز ال Q1 وال Q2. طيب من سيجما الاف يساوي ام في الاي، وده الاتجاه بتاعنا، هنقول ان الاف ناقص الكيو واحد بتساوي ام اي في الاكسلريشن. يبقى الكيو واحد بتساوي الاف ناقص ام اي في الاكسلريشن، حيث الاكسلريشن احنا جبناها اللي هي دي. طيب ده الكيو واحد، وبالنسبة للشكل التاني اقدر اقول كيو اتنين على طول بتساوي ايه؟ بتساوي ام سي في الايه. مفيش داعي ان انا ادرس ده، ما دام اقول كيو واحد ناقص كيو اتنين، لا احنا على طول نقدر نجيب الكيو اتنين بدراسة الام سي. طيب فاضل عندنا الاف ولا الاي، اي بي سي دي اي. بيقول اف ام اي وام بي وام سي 10 كيلو جرام اند الاف ب 96 نيوتن، جيب نوميريكال انسرز من بي لغايه الاخر. طيب تعالوا بقى ايه نعوض بالارقام. الاي بتساوي، بيقول احنا قلنا الاف على مجموع الكتل، الاف ب 96 والكتل كل واحده 10 يبقى 30، يبقى 3.2 متر على السكند سكوير. يبقى كده جبنا الاكسلريشن. عايز كمان الاف اي والاف بي والاف سي. الاف اي النت يعني على ايه، اللي هو الرقم ده في 10 يعني 32 نيوتن، والاف بي هي 10 برضو في الاي ف 32 نيوتن، والاف سي برضو 32 نيوتن، كلهم نفس الشيء لان كلهم بنفس الاكسلريشن وكلهم ليهم نفس الكتله، وبيتكلم على الاف نت. اخر حاجه في سي ولا في دي بقى، عايز الكيو واحد والكيو اتنين. الكيو واحد بتساوي اف اللي هي 96 ناقص الام اي اللي هي 10 في 3.2، فهيديني 32 في 2 او 69 ناقص 32 هيديني 64 نيوتن. والكيو اتنين نعوض هنا، ف 10 في 3.2 يبقى 32 نيوتن، ويبقى كده جبنا اللي هو عايزه بالارقام. يبقى الموضوع تطبيق قانون نيوتن الثاني، سيجما الفورس تساوي ام اي على اي شكل من الاشكال الثلاثه دول، بعد ما رسمناها نقدر طبعا نعوض. السؤال في الامتحان في الغالب ما بيكونش يعني بالرموز، بيكون بالارقام على طول، فبيكون اسهل.